هذا هو التغيير. دياغو أكوستا صاحب الهدف الوحيد إلى حد الآن في المباراة. هذا هو التغيير. دياغو أكوستا صاحب الهدف الوحيد إلى حد الآن في المباراة. بعدم الجاهزية رغم قناعته بالإمكانيات العريضة للمنع بن حسين وأنه ما كان موجود في التشكيلة الأساسية. على كل هذه فرصة للمنع بن حسين. فريق يسجل والآخر يعدل، ولكن في الأخير الاتحاد هو اللي فاز بستة مقابل خمسة. هذه كرة ممتازة لصالح النجم الذي سحلي. عمرو مرعي خرج كرة ولكن الدفاع متفطن. كرة كانت تجيب هدف لل